محاولة إيجاد نوع من التوازن، نظرا لأن السنة كانوا الأكثر عددا ونفوذا في شمال أفريقيا، بينما كان الشيعة أكثر نفوذا في وسط الشرق الأوسط. إدارة أوباما سعت على الأرجح إلى قلب المنطقة بسماح للتيارات الإسلامية بتولي السلطة. أعرف محتوى الوثيقة وهذا غير وارد فيها. كان هناك نقاش فقط بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع الإخوان المسلمين أم لا خلال إعداد مذكرة القرار الرئاسي. كان هناك من يشعرون أن الإخوان يمثلون طرفا اجتماعيا وسياسيا، بينما كان معسكر آخر وأنا كنت ضمنه ينظر إلى الإخوان باعتبارهم طائفة عقدية، ما أن تستحوذ على السلطة حتى تنقلب على قيمها. تبست الأمور وأسيء فهم علاقة الإخوان بالموضوع وفق ما أكد لنا دينستروس، فسألناه ماذا عن دور الشيعة في المخطط؟ بالنسبة للشيعة أيضا لم يكن هناك حديث عن تمكينهم من السلطة، هذا لم يكن نهائيا جزءا من النقاش. كان هناك إقرار بأنه يجب احترام حقوق الأقليات في كل أنحاء الشرق الأوسط، فمن بين الاتفاقات الكبرى في المنطقة وأحد أسباب عدم الاستقرار فيها عجز الأقليات في كل دولة عن إنشاء أساس قانوني يضمن احترام حقوق الأقليات. ينفي روس أن تكون الوثيقة بالشر الذي استنبط من التسليمات، لكن النفي لا يلغي الجهل، لا يبرر ولا يحجب خرائط ونظريات رسمت كلها في واشنطن. تاريخ من المشاريع ضمن نظرية الفوضى الخلاقة لصاحبتها كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة، وعرابها الفيلسوف الأمريكي اليهودي بيرنارد لويس. ثم يتضح النموذج المطلوب أمريكيا في الشرق الأوسط عام 2003 منذ غزو العراق بدعوى الحرب على الإرهاب والإرهاب والقضاء على الإرهابيين. تم غزو العراق اللي أدى على الإعلام الأمريكي أن هذا البلد يخفي أسلحة الدمار الشامل، والحقيقة أثبتت عكس ذلك، لأن الرؤية كانت واضحة للولايات المتحدة بما تريد أن تحققه من وراء غزو العراق. في العراق استبدال نظام حكم مدني بنظام حكومي بدعوى حماية الطوائف والأقليات. تم تأسيس نظام متكون من أحزاب الإسلام السياسي بشكل مذاهبه بأشكاله المختلفة. هل أخذ ما سمي بالربيع العربي الأمريكيين على حين ذرة؟ يأخذنا التساؤل إلى تونس. هنا بداية الحكاية وشررها من نيران أضرمها بائع متجول يدعى محمد عزيزي في نفسه. صادرت السلطات عربة قوته وكأنما صادر كرامة كل التونسيين، فخرجوا إلى الشارع وأمام غضبهم خرج زين العابدين بن علي من تونس، وطوي صفحة حكمه. إنما سرب في الوثيقة السرية أعدت إدارة أوباما العدة للمشهد وحجزت للإخوان ومقربين منهم سلما مكانا في السلطة. 2011 كان موعد المنطقة مع الاحتجاجات الكبرى التي بدأت من تونس، ومن تونس بالذات حيث مبادرة مكتب الإقليمي ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي عملت على مدار سنوات طويلة لتقييم وتدريب هذه الجماعة الناشطة التي كانت هي مركز وقوة الاحتجاجات التي حدثت في 2011. مصر التالية حراك شعبي، فنهاية 30 عاما من حرص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن. تنحى الحليف المهم لواشنطن حسني مبارك عن الرئاسة في 11 من فبراير 2011.
وهنا أيضا تكون التسريبات. إن الإخوان كانوا أنسب خيارات إدارة أوباما لملء الفراغ. وجرى إعدادهم للدور. سلام. The Muslim Brotherhood already had a very strong presence. هذه الجماعة كان لها حضور مسبق في هذه الدول، بيد أن القادة الأقوياء مثل بن علي في تونس ومعمر القذافي في ليبيا وحسني مبارك في مصر ظلوا لوقت طويل يقبحون نفوذها، لأنهم كانوا يعلمون أن هدفها هو إطاحة حكوماتهم. بدت اللعبة عصية على الاستيعاب. هل كانت إدارة أوباما مقتنعة فعلا بأن تنظيم الإخوان عمل استقرار وإصلاح؟ فهي تعلم علم اليقين أنه من رحم التنظيم نفسه خرجت أخطر الحركات الراديكالية والتنظيمات المصنفة أمريكياً إرهابية، وعلى رأسها القائد. أظن أن تنظيم الإخوان بدأ باختراق الحكومة الأمريكية خلال إدارة كلينتون، وتفاقمت الأمور أكثر وأكثر مع إدارة أوباما، لأنه كان ثمة بعض عملاء التنظيم يعملون داخل الحكومة الأمريكية ووكلاء حكومية، بعضهم كانوا مستشارين، والبعض الآخر موظفون. هيلاري كلينتون في قلب الجبل. تتحدث التسريبات عن أنها كانت رأس الحربة في مخطط تسليم زمام السلطة في بلدان عربية لتيار بعينه. كانت هيلاري كلينتون متحمسة لتمكين الإخوان المسلمين، ولذلك تم إجراء نقاشات ونسج علاقات بين أعضاء إدارة أوباما ومسؤولي وزارة الخارجية وممثلي الإخوان المسلمين في شمال إفريقيا. فجرى تدريب الإخوان المسلمين على كيفية التغلب في مؤسسات الحكومة والعمل من داخلها استعداداً لتولي السلطة. هبة عابدين، مستشارة كلينتون الأولى وأمينة سرها ورفيقة سفرها لسنوات تقريباً لعقدين من الزمن. الكثير من اللبس بشأن خلفيات دعم كلينتون للإخوان ينجلي بالتوقف عند هذا الاسم. فعابدين صاحبة سجل محير في الولاء والانتماء. العديد من التقارير تحدثت عن علاقات لوالدها الهندي سيد زين عابدين مع تنظيم الإخوان، حتى أن أعضاء في الكونغرس طالبوا عام 2012 بالتحقيق في صلتها بالتنظيم. رأينا هيلاري كلينتون تتبع النصائح هما عابدين. كما تعلمون لعبت عابدين دورا نشطا في هندسة ما اعتبر احتضانا لتنظيم الإخوان، الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد في جعل الإدارة الأمريكية تدعم نوعا ما وصول التنظيم إلى السلطة في عدد من الدول. هناك مستشارون من خارج الحكومة كانت تلجأ إليهم إدارة أوباما لتلقي المشورة. على سبيل المثال قامت وزارة الأمن الداخلي بقيادة جون نابوليتانو بإنشاء مجموعة عمل لمواجهة التطرف العنيف كما يسمونه. ومن بين المستشارين المعينين من المجلس الاستشاري إمام اسمه محمد ماجد، يشغل أيضا منصب رئيس جمعية مسلمي أمريكا الشمالية، وهذه الجمعية هي على الأرجح أكبر واجهات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. ليبيا في قلب المخطط السري. هنا قدم نموذج آخر من مصائر الأنظمة. قتل القذافي بعد 4 عقود غير منقوصة من الحكم، وفورا سارع الإخوان إلى إعادة تأسيس وجودهم في هذا المكان. نجحنا في تنظيم الانتخابات وشهدنا أول جسم منتخب في عام 2012، لتبدأ للأسف الشديد هذه الجماعة في إفساد المسار الديمقراطي والانقلاب على المسار الديمقراطي من داخل المؤتمر الوطني، وما شكل فيه من دعنا نقول يعني كتل إسلامية هي للأسف الشديد عقلت غياب المؤسسات الدولة. أجهد حلم الليبيين بدولة مؤسسات تسع الجميع وتصون كرامة الجميع. وعلى ركام حلومهم المصارة انتعشت أحلام الهيمنة لدى دولة في الإقليم
دائرة الاتهامات. فضمن ما سرب من التوجيه الرئاسي الأمريكي السري، كانت هذه الدولة بوابة مهمة لعبور مخطط أوباما. واضح جدا أن قطر تستغل ثرائها الفاحش للعب دور محوري في تمويل الجهاد العنيف في أجزاء المنطقة. وإذا عدنا إلى ليبيا قليلا، نجد أنه في 2011 عندما كان كريستوفر ستيفنز يشغل منصب المفوض الأمريكي إلى طرابلس، ولم يكن بعد سفيرا حينها، عمل عبر وزارة الخارجية مع قطر مباشرة لتسهيل شحن الأسلحة منها. ومبعوثنا حينها كريستوفر ستيفنز وجد نفسه منخرطا للأسف في تسهيل تسليم وتوزيع هذه الأسلحة. خطيرة فصول خطة إدارة أوباما وفق ما سرب، وغريبة مساربها خصوصا في حالة اليمن. فكرة دعم الإخوان، دعم جماعات الإسلام السياسي من شبه السنية اليمن، هي فكرة غريبة، لأنه أساسا هذه الجماعات موجودة في السلطة، موجودة في الجيش، موجودة في العدل، شريكة في السلطة منذ عهود بعد